صباح الرضا والود لأحلى الصبايا بالدنيا كلها، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بأحلى روتين ممكن يمر عليكم وانكم تعملوه ببيوتكم لحتى هيك تحصلوا على يوم إيجابي متفائل وكمان كتير مثمر. ففقت من الصبح شربت قهوة، وانتو كمان دلوا حالكم الصبح بفنجان قهوة، عطوا هيك نص ساعة لحالكم مشان ترتبوا أفكاركم وترتبوا يومكم وبعدها قوموا بلشوا بشغل البيت. أنا لساتني مستمرة على روتين انه كل يوم لازم اخلص شغل الساعة 12 الظهر، كون مخلصة كل ترتيبات البيت وبس الطبخة بتضل عندي لبعد الظهر. فقمت مسحت الغبرة ومسحت الشبابيك، وحاولت قدر المستطاع انه اكون كتير كتير سريعة وانا عم اشتغل وما طلع وراي كركبة وانا عم رتب. يعني لما اشوف مثلا قطع على هاي الطاولة مو مكانها على هاي الطاولة، صرت اخذها مو حطها باي مكان قريب مني، لا صرت شيلها ورجعها لمحلها. مثلا دخلت على الغسالة بدي احط وجبة غسيل، فتحت درج الغسالة لقيت الدرج وسخ، قلت ليش حتى ما نظفه؟ لا نظفته مشان يكون خلاص انا بعرف ومتأكدة انه الغسالة نظيفة بكل اشكالها يعني. فلبين ما تنظف الحمام كلياته راح نظف درج الغسالة، فنقعته اول شي هيك شلت منه بقايا دواء الغسيل البودرة اللي معلقة، بعدين حطيته بأرض المغسلة ورشيت عليه شوية كلور، او مو شوي كتير شوي، فرشيت عليه كلور وتركت شي 5 دقايق لحتى يعني شلون بدي اقولكم هذا العفان اللي بيتراكم على درج الغسالة، بما انه مكان مسكر ودائما فيه رطوبة من المي اللي بتنكب بالغسالة، فاجباري رح يصير فيه عفن بنات. لا تفكري انه انتي مهملة او مو مانك نظيفة اذا كان في هذا المنظر بدرج الغسالة، لا هذا دليل انه انتي ام منيحة بتغسلي ثياب اولادك باستمرار، لهيك الغسالة عندك احيانا درج بيلقط عفن فكتير طبيعي. بعد ما نقعت الدرج تقريبا شي 5 دقايق بس بالكلور، بعدها بلشت هيك بليفة مخصصة الحمام او ما لا لازمة يعني، نظفت الدرج كلياته وراح عنه العفن وبقايا الدواء غسيل كلياته ورجع جديد. بتركه شوي لحتى ينشف، او اذا كنت مستعجلة وبدي شغل الغسالة بنشف الدرج فورا وبرجعه لمحله. هلا هاي الروتين تنظيف الغسالة بصراحة ما بعمله انا كل شهر او كل اسبوع يعني، مشان اكون كتير واضحة معكم بصراحة بعملها كل شي 5 شهور او 4 شهور، وخلال هاي الفترة العفن ما بيلحق يعني يدبغ على الدرج، بيكون بسهولة بيطلع. فبعد ما خلصت كمان تنظيف درج الغسالة، قلت بما انه المغسلة هيك هيك فيها كلور فعملت تنظيفة كمان للمغسلة، وهيك خلصت الحمام خلال 5 دقايق او 10 دقايق. يعني لبين ما انتقع الدرج كنت عاملة كل الحمام، ولبين ما ليفت الدرج وخلصته نظفت المغسلة وخلصت وطلعت. بهاي الحالة لا بتراكموا عندكم شغل ولا بتراكموا كركبة، ودائما هيك ايدكم بتضل بالبيت ملاحقين الكركبة واموركم كلياتها وترتيبات بيتكم نظيفة. وكونوا واثقين صبايا اذا بتتبعوا هاي الحيل كل يوم بالترتيب وبالتنظيف، كل يوم خلال 2 أو 3 ساعات بتكونوا مخلصين كل شغل البيت وما بيتراكم عليكم فوضى نهائيا. وحتى لو تراكمت فوضى بتترتب بسرعة، لانه ما هي الفوضى القديمة او صار لها اسابيع او ايام، لا كله بيترتب معكم بسرعة. ومثل يعني بتعرفوا واكيد كل صبايا المانيا واوروبا بيعرفوا هاي الشغلة، انه مثل ما بتتكركب البيوت بسرعة كتير بتترتب بسرعة. فخلي ايدك بالبيت وعن جد دائما بضل بيتك نظيف. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الحجر لذي حد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. بعد ما شفتوا الفيديو يمكن مو الماضي اللي قبله، كتير طلبتوا مني أعطيكم نشاطات تعملوها للولاد. فأول نشاط أنا رح أخبركم عنهم باختصار شوي، أول نشاط نعمله تقريبا بشكل يومي وبشكل أسبوعي خلال أيام المدرسة، إنه بنحفظ كم سطر من القرآن. طبعا بنحفظ من الصور الطويلة، وبتعرفوا قديش سهل بهاي الفترة وبهاي الأعمار إنكم تحفظوا الأولاد قرآن. يعني نحن لما كنا بسوريا وصغار
وأهالينا يبعتونا على الجامع دورات صيفية لنحفظ قرآن، لأ صرنا كبار ولسه اللي حفظناه معلق ببالنا. فنفس الشي إذا أنتوا هلأ حفظتوا أولادكم 3 4 سطور كل يوم من القرآن، ولسه كل ما كان الأولاد كتار بالبيت كل ما بيتشجعوا أكتر بصيروا هنن بيحفظوا بعض لحتى كل يوم يحفظوا. وخصوصي بهاي المراحل اللي لسه الولد طفل لازم كتير كتير نزرع فيهم هيك الدين والقيم الدينية والقيم العقيدة بشكل مكثف يعني. فأول شي عم أعمله إنه عم حفظ ابني قرآن بشكل يومي أو أحيانا يوم أي يوم لا حسب يعني، كمان عطلة صيف ما بدي أضغط كتير عليه بالحفظ والتدريس. وكمان أحيانا مثلا بما أنه هو صار صف تاني هلأ فبخليه يكتب نصوص كل يوم، لأنه هون التدريس أصعب بكتير من أيام سوريا، فبخليه تقريبا يكتب كل يوم نص من 4 سطور أو 5 سطور حسب كمان هو وقديش حابب يكتب. كمان مثل ما قلت لكم ما بضغط عليه أبدا، بتركه بهذا الموضوع هو اللي يقرر مثلا بده 4 سطور كل يوم أو 5 سطور وحسب يعني. أحيانا كمان مثلا بيكون مالل بخليه يلعب شطرنج مثلا أو بيتفرج مثلا على التلفزيون. إذا بتسألوني عن البرامج اللي بيتفرج لأبني مثلا، في عندكم مستر بيست مثلا شفتوا كل قناة التحديات، في كمان أفلام كرتون اسمه النقيب خلفان، في عمر وهنا، في راشد ونورة، في كتير أفلام يعني هيك حلوة وهادفة يعني، وبنفس الوقت ما في يعني لو تفرج على التلفزيون بكون أنا بعرف على شو عم يتفرج. فهدول أفلام الكرتون رح أضلكم أسمائهم بالتعليقات كتير كتير مفيدين. وفي لعبة كمان رح نخترعها هلأ سوا أنا وابني، هاي الألعاب بتنمي التركيز عند الطفل وبتعلمه يربط الأمور ببعضها، إن كان من كلام إن كان من فكرة إن كان من حدث إن كان حتى لو شي عم بمر معه باليوم. تمام، فبصير بيستصيغ الكلام أكتر، وبتعرفوا الأولاد اللي خلقوا هون وربوا هون بيكون صعب عليهم يربطوا الحكي العربي ببعضه، أو بيكون الحكي بالألماني أسهل عليهم بكتير، فشوي بتلاقوا صعوبة هون عم يربطوا الحكي بالعربي. لهيك أنا عم أشتغل على اللغة العربية كتير كتير بالبيت، وهي الألعاب بتنمي ربط الأحداث ببعضها وربط الجمل ببعضها. فجبنا 9 أغطية أناني عادية، اخترنا كل 3 يكونوا نفس اللون. وبعدين هون كان في عنا نقص نحن بالغطا الأحمر، فلوناها باللون الأحمر وتركناها لحتى ينشف. فيكن تعملون ألوان أكتر بس نحن اكتفينا بهذا العدد من الألوان. هي اللعبة عبارة عن إنه بده يوصل الحجار ببعضها ويعملهم على خط مستقيم بحركة واحدة وخلال وقت معين. يعني أنا كنت عم أعير له لأبني مثلا أول شي بلشنا ب40 ثانية خلصها بسرعة، بعدين بلشنا ب30 ثانية، بعدين بمثلا 15 ثانية، هيك كل ماشي بتسرعوا له الوقت مشان هو يتعلم ويصير سريع بديهة أكتر أو تركيزه أعلى، يحاول بسرعة كتير كبيرة إنه يحل هيدي اللعبة اللي قدامه. وبنفس الوقت هو عم بيلون وعم تقضوا وقت مع أولادكم، يعني الموضوع من كل جوانبه بصراحة أنا شفته كتير مفيد. ومشان ما تقولوا ساندي نصحتنا بالتلفزيون، مثلا أقصى حد بالصيفية ممكن يتفرج شي ساعة ونص على التلفزيون، أما بالشتوية بصراحة ممكن ابني بيتفرج على التلفزيون. فلهيك يعني اختاروا كمان الوقت الصح، يعني صح يتفرجوا على برامج هادفة بس مو يعني بشكل ساعات طويلة ورا بعضه، والموضوع بيرجع لكم. يعني أنا هي مجرد نصايح أنا بعملها مع ابني وعم أقدم لكم إياها لتستفادوا منها. طبعا هون بمرحلة من المراحل نسينا اللعبة كلياتها وقعدنا ندمج الألوان ونشوف إذا دمجنا هذا اللون مع هذا اللون شو راح يطلع. هيك لحتى آخر شي تذكرنا إن إحنا بالأساس جايين لحتى نلعب لعبة ونسيناها، فهون خلصنا ورجعنا نلعب ونجهز اللعبة تبعيتنا عشان نلعبها سوا. فسطرت ورقة 3 مربعات كبار ولونا الأخضر والأحمر والأزرق، ولازم هو مثلا عند المربع الأخضر يعمل 3 خطوط أخضر 3 خطوط أزرق، هيك عرفتوا كيف؟ بحيث الحجر يتحرك أو الغطا الأنينة يتحرك حركة واحدة بس. بظن هيك أنا شرحت لكم إياها بشكل كافي ووافي، وأنتوا بتقدروا تغيروا فيها. يعني هي بالآخر هي اللعبة بس هيك تمضيت وقت وفائدة، يعني فيكن تعملوها بالقوانين اللي بدكن ياها وبالطريقة والألوان اللي بدكن ياها كمان. Thank you.
رجع زوجي من الشغل وكان جاي اليوم مع ورد، فبدي أرتب الورد بالمزهرية وبدي جاوبكم على هذا السؤال إجاني بالفيديو الماضي، وعدت الصبية أنه رح جاوبه بهذا الفيديو. هلأ أنا أول شي بدي أحكي لك أنه إذا أنتو مثلا زوجك بيشتغل أو عنده مصلحة، هذا الشي أسهل له بكتير أن يجي لهون ويدور على مصلحة من أول وجديد. مثلا الناس اللي عندها مصلحة أو عندها شهادة أو كانت تشتغل بسوريا أو بأي بلد تاني، أسهل لأنه بتجي لهم بتعدل شهادة أو بتشتغل، وفي شيء اسمه شهادات خبرة. أما مثلا الشخص اللي ما عنده مصلحة بسوريا أو مهنة يعني، أو ما عنده شهادة بسوريا، بيجي لهون غالبا بيشتغلوا سائق أو مثلا بالتوصيل أو توصيل الطرود أو هيك، أو بالبناء يعني، فبيكون شوي الموضوع أصعب له من أنه لو عنده مهنة. بالنسبة للعائلة، هون بدك تحطي ببالك أنه في راحة، في أمان، في تعليم للأطفال، بنفس الوقت ما في حياة اجتماعية، فأنت بدك تخلقي لحالك أجواء ولإلك ولعائلتك يعني، لحتى تمر الأيام، لأنه إذا بدك تعتمدي إنه هم ما في حياة اجتماعية فبدك تكتئبي. فبدك تحطي ببالك إنه أنت بدك تعملي لحالك حياة اجتماعية ضمن بيتك وأجواءك ضمن بيتك، عرفتي كيف؟ وإذا عندك أسئلة اسأليني كمان بالتعليقات. مثلا من ناحية الدين، مثل ما شفتي بأول فيديو، أنت بدك تكوني مسؤولة عن تعليم أولادك الدين بشكل كامل، لأنه هون المحيط غالبا أو 99% بيكون ضدك، فبدك تنتبهي إنه أنت لازم تغرسي الدين بأولادك بطريقة كتير قوية وصحيحة بنفس الوقت. طبعا أكتر موضوع بيشغل العالم هو اللغة، اللغة هون أساسية، يعني ما فيك تاخدي الإقامة الدائمة أو الجنسية إذا ما كان في عندك لغة وشهادات باللغة أنت وزوجك، عرفتي كيف؟ بس يعني هذا ما بيعني انه انت مثلا اذا ما عندك اقامه دائمه معناتها ما فيك تعيشي بهذا البلد، لا، انت هيك هيك اول ما تجي بتاخدي اقامه، ان كان حمايه سنه او تتجدد كل سنه، او اقامه لجوء بتتجدد كل 3 سنين، فانت يعني بتكوني امنه وترحلي من هذا البلد باذن رب العالمين، بتكون في حياه امنه لك ولاولادك وبيت وشغل، عرفتي كيف؟ فكل شيء ان شاء الله بيكون مأمن. ومع هيك العيشة هون في إلها كتير سلبيات كمان، فإذا مهتمين تعرفوا هاي السلبيات اكتبوا لي بالتعليقات واكتبوا لي أسئلتكم إذا عندكم، وراح أجاوبكم حسب تجربتي. مثل ما قلت يعني أنا صفحتي وأنا مختصة بهاي القصص، بس من تجربتي راح ساعدكم. وعلى ذكر الحياة الاجتماعية، أجد مثل عن قرايبي مذهب مسهلات كتير حلوة. أول شي عملت سيفن أب مع فواكه، أنا كتير بحبوا العادي يعني طيب وبارد، بس بتلاقى إنه بشرب غازية ما بحبهم صراحة ومريضين كثير، فلقلي عملت مي. تخيلوا كنت عاملة كيك فشل الكيك، أنا اللي دايما الكيك بينجح معي، بس اليوم هيك جربت وصفة جديدة فما نجح معي الكيك، فكتير زعلت، فبدلت الضيافة بدل الكيك وعصير بدلتها ببيضة، جبت بدل هيك بيضة سخون بسكويت هنن على شكل
هيك فحم، وكتير كتير حلوة المضيافة، وفكرتهم كتير حلوة إذا بتحطوا بوظة وجنبها فواكه وبتزينوها بكريمة بتطلع فكرة حلوة. بدي أعملها بالفيديوهات الجاية إن شاء الله، لأن الفيديو الجاي رح يكون 100% ترتيب شنطتي السفر. خلص ما ضل لأنه إلا كم يوم، وأنتوا لازم تحجزوا لوين مسافرة على فكرة. وبما إنه إحنا سوريين فلازم المتة تكون جزء أساسي من قعدتنا. المتة اللي هي مشروب معروف صنع الأرجنتين، بس ما بينشرب إلا بسوريا، فشربت متة بس ما أكلت. هذا الفلوج بنات، ديروا بالكم على حالكم واشتركوا بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد. باي. ولهون بكون خلص هذا الفيديو، ديروا بالكم على حالكم واشتركوا بالقناة، بشوفكم بفيديو جديد. صباح الخير.